سلامتك يا ناهلة حبيبتي. سلام ام سلطان. شفت اختك هنا؟ تبي ابرزيه؟ تبي ابرزيه؟ طب انا خلاص انا كله خلي الدكتور. شوف نايلة دحين حبيبتي شجاعة نايلة ما تخاف ابدا صح نايلة؟ مدام دحين قلبها طنق طنق طنق. ام سلطان. سلطان خلاص انك هات اشوف هيا تسن هذا ها هات شوف انت ها سلطان خلاص انك دورينا يا كل شيء يخلي امي تخلع للسن يلا يلا سيارة يلا حبيبي جو هذه نائلة الحلوة نقول لها الحمد لله على السلامة كانت في المستشفى ثلاث اربع ايام سلطان جاي يزور اخته الله يشفيها يا رب مسكينة حشتني وحشتك سلطان انفقد اخته عشان ما هي موجودة في البيت ايوه انا حبيت الدكتور طبعا هي كتمة جاتها في صدرها عشان كذا مسكوها في المستشفى ها حبي طيب حاضر اوكي طبعا جيت اخذ سلطان هذه مفاجأة حتى مجهزة اصله بالكهرباء وصلت جدة نجيز الرأس شوفوه الحين حاخذها له مفاجأة هو نائلة وشوف ردة فعلهم الحين فكوه كم عليها ضمان؟ ضمان ما في بس ما في شاحن كويس ما في ضمان؟ بس هذا كواليتي طب خربان كذا مشكلة ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ما يجي خربان ممكن يجي يعني اندلس فين اندلس؟ اندلس مول اه اوكي سيارة في اندلس مول اذا فيها شيء خرب يقول ان شاء الله ما تخرب يقول يلا نشوف اركب فيها وريني كيف تشتغل تبي تتشقلب push something then hold it تخاف؟ لا لا طيب خلاص يلا جيبه just make charge here here charger yeah, can you give me the charger please سلطان هذا حلاوة أمي جابتها نائلة الحين حب تضيف مين الدكتورة ليش عشان نائلة تعافت صح تخرج هيا روح وزعنا يلا روح خلص سلطان وزع لهم خلاص زعت لهم كلهم هيدي محمد الحلال نزل السيارة ان شاء الله اخذ نصتها يلا